اليوم راح نشوف ضغط ثلاجة من الداخل، الضغط الترددي صغير مثل ضغط الطنين اللي شفناه في فيديوهات سابقة. هذا الأنبوب أثناء قطعنا للضغط انقطع عندنا، هو يكون بالأصل متصل هنا. هذا أنبوب الدفع متصل بأنبوب الدفع خارج الضغط. أنبوب السحب وأنبوب الخدمة تكون مرتبطة بغلاف الضغط، هذا السحب وهذا أنبوب الخدمة. لا تدخل فورا على الجزء الميكانيكي وإنما تدخل إلى الغلاف اللي حول الضغط. الغاز يدخل أولا حول المجموعة الميكانيكية، ثم من فتحة اللي في المفلر اللي هو مخفض للصوت يدخل إلى قبغ الولفات، ثم إلى حجرة السحب بحركة البستم حركة ترددية، بالنزول يسحب الغاز وبالصعود يدفعه فيرتفع ضغطه. بعد ارتفاع ضغطه من حجرة الدفع يخرج بالأنبوب بضغط عالي إلى خارج الضغط ليكمل الدورة. لاحظ الأسلاك اللماعة، هي هذا الجزء الثابت أو يسمونه الستيتر بالمحرك الكهربائي. راح نشوف شنو على شنو قاعد المجموعة الميكانيكية والكهربائية. بالستيتر مثبتين 4 قواعد بلاستيكية، هذه 4 قواعد بلاستيكية توعد على 4 سبرنجات على أرضية غلاف الضغط حتى لا يصير احتكاك بأرضيات الضغط، حتى ينطي حرية للحركة. هذه الفيشة يدخل بها 3 أطراف من الداخل، وهذه الفيشة من الخارج. في أرضية الغلاف يكون أكو زيت، هذا الزيت أكو نهاية الشفت مالت الروتر بداخله أنبوب حلزوني، عند دورانه راح يسحب الزيت من القاعدة ويبخه على الأجزاء المتحركة مثل البستم والكونكتينج رود. هذه الحركة واضحة، البستم صاعد ونازل. من الحركة الدورانية تتحول إلى حركة ترددية، فخلال الحركة الترددية البستم يسحب الغاز ويدفعه. هذا الجزء نصف دائرة هو ثقل للموازنة. هذه حجرة السحب وهذه حجرة الدفع. نرجع إلى مكانه. شو مقعد على السبرنجات يكون شنو حركته؟ مرنة، مو مرتبط بالجسم. حتى بنسوي ستارتينج تكون شنو؟ يكون حر الحركة.